لما بيجي لنا مريض العيادة بيشتكي من مفصل الركبة وبيتم فحصه وعمل الفحوصات اللازمة وبيتشخص بقطع الغضروف الهلالي، والقطع ده بنفهمه ايه نوعه، ولو قلنا ان القطع ده محتاج عملية منظار للركبة، بيبقى من اكتر الحاجات اللي المريض عاوز يعرفها عشان يقدر يتخذ قراره هو امتى همشي على رجلي تاني بشكل سليم بحيث اقدر ارجع امارس حياتي بالتدريج، وامتى هنزل شغلي وامتى هرجع لممارسة الرياضة. خلينا الاول نتكلم بشكل سريع ايه هو الغضروف الهلالي للركبة. الغضروف الهلالي للركبة ده عبارة عن غضروفين، واحد داخلي وواحد خارجي، اللي هما لونهم ازرق ما بين عظمة الفخذ وعظمة الساق. الاكثر شيوعا في الاصابة هو الغضروف الهلالي الداخلي. بنبدأ تشخيصه بان احنا بناخد التاريخ المرضي من المريض ونسمع شكوته، وبعد كده بيتم فحص الركبة، وبعد كده بنعمل رنين مغناطيسي على الركبة زائد بعض الفحوصات. اول لما بنتأكد من قطع الغضروف الهلالي بنفهم المريض ايه الفرق بين انواع القطع المختلفة. اول حاجة في نوع اسمه تآكل غضروف الهلالي او منيسكس ديجنريشن. التآكل ده اصلا ما بيعتبرش نوع من انواع القطع اللي بتستوجب التدخل بالمنظار، هو بيبقى جاست علاجه عبارة عن علاج تحفظي، ادوية وعلاج طبيعي وتمارين بنعلمها للمريض، وبعد كده الالم بيروح وبيرجع يمارس حياته بشكل طبيعي. اما لو هو قطع كامل في الغضروف مأثر على وظيفة الغضروف، ساعتها بنلجأ الى عملية منظار الركبة. والاول بنبدأ نفكر شكل القطع عامل ازاي، مكان القطع فين، هل الغضروف متحرك من مكانه، عشان ناخد القرار ايه الاجراء اللي هنعمله الغضروف ده اثناء عملية المنظار. ممكن نعمل حاجة من الاثنين، اول حاجة ان يحصل تهذيب او استئصال جزئي للقطع ده. لو عملنا تهذيب او استئصال جزئي لازم بيتعمل بطريقة ان احنا بنعمل تهذيب للجزء المقطوع فقط ونحافظ على اكبر قدر ممكن من الغضروف بحيث يقوم بوظيفته، بحيث ما يحصلش اي خشونة للمريض بعد كده ويوقف تطور اي خشونة عند المريض. المشي بعد هذا النوع من العلاج للغضروف بيبقى في نفس يوم العملية. العملية بتتعمل في نص ساعة تقريبا، بيدخل المريض ويخرج من المستشفى في نفس يوم، بيخرج من المستشفى ماشي على رجله في نفس اليوم. بنعلمه تمارين بنحفظها له، بتبقى مكتوبة في ورقة، بنقول له يعملها قد ايه، كم مرة في اليوم. لو التزم بالبرنامج التأهيلي ده ممكن يرجع شغله في اقل من اسبوع ويرجع يمارس حياته في اقل من اسبوع. وعشان الرياضة بنعمله برنامج تأهيلي ممكن يرجع يمارس الرياضة بعد شهر ونص من العملية. اما لو اخترنا ان احنا نعمل اصلاح للغضروف، التأهيل بيختلف والمشي بيختلف بعد العملية حسب برضو حجم القطع وحسب الاصلاح اتعمل ازاي. اهم حاجة في اصلاح الغضروف ان احنا نختار بعناية نوع القطع القابل للاصلاح، شكله عامل ايه، مقطوع بقاله قد ايه، مكانه فين في الغضروف. في اماكن في الغضروف الدم اللي بيوصلها بيبقى كتير بيؤدي الى التئام القطع، في اماكن الدم اللي وصلها قليل، دي ما ينفعش نعمل فيها اصلاح لان القطع مش هيلتئم وساعتها المريض هيرجع يشتكي نفس الشكوى مرة اخرى. حسب نوع الاصلاح وبنعمله ازاي ومتانة الحاجات اللي بنستخدم بيها بنحدد للمريض هيمشي على رجله بعد قد ايه. بيبقى الافريج او المدة اللي هيمشي فيها حوالي شهر. التأهيل بيتني ركبته قد ايه بالظبط، التمارين بتتعمل ازاي، ولو التزمنا بهذا البرنامج المريض بيرجع حياته الطبيعية خالص بعد شهر او بعد 6 اسابيع، وركبته بتبقى بتتني وتتفرد بشكل جميل وتام، وبنجيب الدرجة النهائية من التني والفرد، والمريض بيرجع يمارس حياته بشكل طبيعي، وبنبقى حافظنا على الغضروف من غير ما يتعمل له اي استئصال، والمريض بيرجع طبيعي 100%. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.